أرجو لو في أسئلة مكتوبة أو مقروءة أو مسموعة. سيدنا بس يلتقط أنفاسه، أقول لكم على تنبيه صغير. تنبيه صغير، سيدنا بس يلتقط أنفاسه. اتفضل. إحنا عملنا تقييم، لنسبة الحضور والغياب وأيضا للأبحاث. حاليا المسموح ليهم، الكلام ده طبعا هكتبه تفصيلا، يعني اللي مسموح ليهم ان يدخلوا الامتحان في حدود 300 واحد، في حدود 300 دارس، ده نمرة واحد. نمرة اتنين، الامتحانات مش هتنفع هنا، الامتحانات راح تبقى في البطريركية عشان اماكن الجلوس ويبقى فيه تركيز. الحاجة التالتة، اللي نسبة الغياب بتاعته قليلة أرجو أن يزودها. إحنا باقي لينا شهر واحد في الدراسة لأن هننتهي الأربع الأخير من شهر ست. في ناس بتغيب وفي ناس ما بتجيش لأعذار. الحقيقة أنا بفتقد اللي هو حابب أنه يستمر، لكن النوعيات اللي هي أصلا مش محبة أنها تستمر انا ما اقدرش اضغط عليهم ان هم ييجوا، لان بصراحه كده الدراسه في المدرسه بعد ما هناخد الشهاده بتاعت المدرسه ديت هنعرف قد ايه قيمتها وقد ايه وزنها وقد ايه ديت هتبقى ليها ثقل. بس بعد ما نخلص مش عايز اسبق الاحداث حسب نوعيه الدراسات اللي اخذت والاباء والمحاضرين الذين اتوا ليكلمونا ويعلمونا من كل العالم. نشرب من روحهم ونقول لهم يكفينا النظر الى وجهك ونتعلم من تعلمهم. لذلك 300 واحد عندي امكانيه ان هم يدخلهم الامتحان. الناس اللي مش مسموح دخولها الامتحان عشان ما يتعبوش نفسهم وكده، انا هبلغهم بنفسي عشان مش يعني انا في ناس اترفضت الابحاث بتاعتها، انا هقول لهم بنفسي عشان ما نعملش دربكه في مساله التساؤلات الكتير. باقي شهرين بنفكر لسه في المنهج. في بدايه السنه الجديده راح يبقى منهج دوار، مش راح ينفع ان يبقى كل الناس مع بعض، وده امر يحتاج الى ترتيب. ايضا الدارسين اللي هيلتحقوا في السنة الجديدة راح ناخد عدد محدود جدا. مش احنا المرتين اللي فاتهم فتحنا الباب بحيث ان الناس تفرز بعضها، يعني ايه؟ يبقى الحضور هو اللي بيفرز، يبقى البحث هو اللي بيفرز، يبقى الجدية هي اللي بتفرز. لكن المرة دي عشان خاطر مفيش قدرة لمتابعة كل الأعداد ديت راح ناخد عدد محدود جدا يدخل معانا في السنة الجديدة. الامتحان راح يبقى في شهر 7، يعني مش دلوقتي، لأن احنا دلوقتي في ارتباطات بامتحانات، في عندكم خدمات، في عندكم ارتباطات، هيعلن عن كل شيء في حينه. يوم الاثنين الجاي في محاضرة مهمة جدا هيديها لنا الأستاذ الدكتور جرجس بشرى، أستاذ اللغة اليونانية في الجامعة، وراح يدينا موضوع عن تحليل الألحان الخاصة بقيامة الرب، تحليلها تحليل لغوي ومن أجل فهمها ومن أجل استيعابها. ولو تلاحظوا ما احنا ماشيين بمنهج من السيستم، كنا اخذنا السكشن بتاع مجمع القسطنطينية مع الدكتور مينا، ثم الاسبوع اللي فات مع وكيل اكليريكية دمنهور في مجمع خلق دنيا والتداعيات بتاع الانشقاق بتاعه. النهاردة عقيدة وبراهين القيامة مع سيدنا الحبيب نيافة الانبا هرمينا. يوم الاثنين راح ايضا راح يبقى برضو في حدث القيامة وتحليل الالحان، وكما نعلم ان الحان الخمسين في معظمها هي ألحان يونانية، سواء تونسينا أو توليسوس أو خريستوس أنستي أو وبقية الألحان هيتم ليها تحليل لغوي، إزاي نفهم أعمقها وإزاي نتذوقها.
كنت قلت لكم على ان لو حد عايز يعرف نتيجته ياريت، كنت نسيت اقول لكم اللي يبعت لي كل واحد عايز يعرف نتيجته يبعت الاسم ويبعت ايه البحث اللي عمله عشان ما يعني ما تاخدش مني، يبعت لي اسمه ويبعت لي ايه اسم البحث اللي عمله عشان يسهل عليا حاجتين، هطلع له نسبة حضوره وهطلع له تقييمه في البحث. لو كان نسبة حضوره ما تسمحلوش انه يدخل الامتحان هبعت له اقول له انت نسبة حضورك نسمح لكش بدخول الامتحان، طب ازاي علاجها دي؟ نقعد مع بعض ونتفاهم، ممكن نشوف كيف يعالج الامر. الفكرة ان اللي ياخد الدراسة في المدرسة انه يقيم معلوماته، يتقدم الى ما هو قدام، يستنير، يستفيد بالمادة العلمية اللي قدمت في المدرسة. ارجو لو في حد عنده سؤال في موضوع القيامة نبدأ نرفع ايدينا ونسأل. سيد، في اسئلة مكتوبة؟ تفضل سيد. اول سؤال، طالما المسيح قام بنفس الهيئه فلماذا لم يعرفه تلميذي عمواس وهكذا المجدليه؟ انا قلت طبعا ان المسيح قام بنفس الهيئه عشان يؤكد على انه قام بنفس الجسد، لكن فكره القيامه ما كانتش متبلورة بالتمام في فكر التلاميذ أو في فكر اللي عاشوا مع المسيح. هو كان دايما يؤكد على موته وقيامته، لكن فكرة قيامته دي ما كانتش لسه إيه مستوعبينها. ففكرة إن هو مريم المجدلية تتكلم مع شخص، تعرف لما تتكلم مع حد في البداية وإنت مش متأكد إنه ممكن يكون موجود، فين بقى لما تستوعب بعد فترة لما تنفتح ايه اعينهما. لكن السيد المسيح حتة الهيئة هنا مش لازم الشكل اللي هو كان عارفينه، هي المهم انه نفس الجسد اللي اتصلب به اللي فيه اثر المسامير واثر الحربة، ده هو ده الاهم. في سؤال هو نفس السؤال تقريبا اللي هي مع تلميذي عمواس ان مسكت عينهما عنه. في سؤال بيقول هو احنا لو تأملنا في نزول المسيح الى الجحيم ايه اللي حصل بين المسيح والشيطان؟ يعني هل بالسهولة سمح الشيطان بالدخول المسيح للجحيم؟ طبعا في العالم اللا منظور مش هنقدر نقول أمور قاطعة، هي مجرد تأملات. لكن هل تظنون يعني أن المسيح نور العالم؟ النور لما ينزل لمكان الظلمة إيه اللي ممكن يحصل؟ يقول إيه؟ أشرق على الجليسين في إيه؟ في الظلمة. فطبعا دي نمرة واحد. نمرة اتنين، الروح المسيح البشرية كانت متحدة بلاهوته، فالآباء القديسين اتأملوا في الموضوع دوت، خصوصا القديس إبيفانيوس وكتب مقالة كبيرة جدا عن نزول المسيح إلى الجحيم، وقال لما جه الشيطان يقبض على روح المسيح البشرية صعق بلاهوته. فحتة ان الشيطان بقى ايه يعني حصل بقى خناقة بينه وبين المسيح، لا طبعا ما لحقش. يعني سؤال بيقول لماذا لم يظهر المسيح بعد قيامته الى رؤساء الكهنة؟ ما ظهرش ليه لليهود؟ يعني هل لان الفداء قد تم ولم يعد لليهود عمل في الفداء، الشريعة اصبحت يعني لا، هي الموضوع مش كده. هي الموضوع اني السيد المسيح نفسه قال حتى لو قام واحد من الايه من الاقدمين لن يؤمنوا. فكره القلب الغليظ، قلب القاسي،
برغم ان رؤساء الكهنة متأكدين كان ان هو رجل الله على الاقل، لكن هم ايه، كان عيونهم مطموسة، وده اللي اتكلم عنهم اشعياء النبي، يبصرون بصرا ولا ايه لا يفهمون. فحتى لو كان المسيح حتى وقف قدامهم بعد القيامة برضو ما كانوش هيأمنوا، لكن طبعا في منهم آمن بعد كده. ده نخليه عشان ده كتير مع بعض. في سؤال بيقول: أين ذكر في الكتاب المقدس أن المسيح ظهر ليعقوب؟ زي ما قلت لكم، هو بولس الرسول هنا بيتكلم عن إيه؟ عن تسليم. هو بيقول إيه؟ سلمت إليكم ما قد سلمت بإيه قبلا. فده تسليم إنه ظهر. ما هو الكتاب المقدس ما قالش إنه ظهر لخمسمائة أخ أو الأناجيل يعني. فده تسليم أو نص كان متداول في الكنيسة في الوقت ده، بتتسلم من إيه، من كنيسة لكنيسة. وكان بولس الرسول اتسلم هذا النص وسلمه لإيه، لكنيسة كورنثوس. سؤال تاني: ماذا يعني؟ وده يأكد لنا على التقليد الإيه، الشفوي. إحنا مش بس أصل في كتير جدا يقولك إيه، فين في الإنجيل مذكور كده؟ لا، يوحنا الرسول قال إيه؟ لو كتب واحدا فواحدا لا تسع كتب العالم إيه؟ فالموضوع مش بيتذكر بالإيه؟ لأن هو مش تاريخ، ده كتاب خلاص. بولس الرسول بيقول في نفس الرسالة لأهل كورنثوس، بيقول لأهل كورنثوس، هو بيقولوا إن الأجساد مش هتقوم. فبيقول: وإلا فماذا يصنع الذين يعتمدون من أجل الأموات؟ لو كان الأموات إيه مش بيقوموا، ليه ناس كان في عادة في الوقت ده في الكنيسة، ناس كتير جدا كانوا بيموتوا قبل ما حصل الفداء. فلما ناس أمنت قالت: طيب أبويا وأمي اللي ماتوا قبل كده يعني هنعمل لهم إيه؟ فكانوا طبعا بيبقى عندهم إيه، حزن عليهم، فكانوا يقبلوا المعمودية ليهم ولأجل إيه، ذويهم. زي دلوقتي العادة اللي بتحصل دلوقتي، اللي يتقدم صدقات على إيه، على اسم الميت. طبعا دي عادة، مش هي الصدقات اللي بقدمها على اسم الميت مش هت إيه، مش هتشفع فيه. فنفس الكلام كانوا بيعملوا كده، ان واحد عشان خايف على مصير الابدي اللي باباه ومامته فيتعمد ايه مكانهم. فهو بولس الرسول مش بيستشهد بيها على انه موافق عليها، هو بيقول لهم: طب ده انتوا بتتعمدوا عشان اهاليكوا اللي ماتوا، فلو ما كانوش هيقوموا بتتعمدوا عشانهم ليه؟ هو بيستشهد بعادة في وقتها بس يعني، لكن طبعا هي مش صحيحة، عادة مش صحيحة. سؤال بيقول: امتى اتذكر او فين اتذكر ان مريم الاخرى اللي راحت للقبر في فجر الاحد مع المريمات؟ اولا القديس يوحنا ذهبي الفم لما فسر الحتة دي قال انها العذراء مريم. ثانيا يوحنا الرسول في انجيله كان دايما يذكر مريم الاخرى على انها مريم العذراء. طب وليه ما يقولش على طول انها مريم ام يسوع مثلا؟ لان هم مريم العذراء كانت عايشه في الوقت ده في بيت يوحنا، فطبعا كان خايف ايه، خايف عليها من اليهود، فكان ما بيحاولش يجيب اسمها عشان حماية ليها، فيقول مريم الأخرى. حساب القيامة في اليوم الثالث، حيث إن المسيح أنزل من على الصليب الساعة 12 يوم الجمعة، والقيامة فجر الأحد. فإحنا ليه بنقول عليهم ثلاث أيام؟ في بالتوقيت اليهودي
احنا بنحسب. اليوم نهار وليل. فيوم الجمعة شاف نهار قبل الساعة 5 المغرب، ده جزء من نهار الجمعة لأن هو أنزل من على الصليب قبل الساعة 5، قبل ما السبت يبتدي، لأن السبت أنتوا عارفين بيبتدي بإيه؟ بغروب اليوم اللي قبله. فهو نزل من على الصليب قبل الإيه؟ قبل الغروب، فكده نهار الجمعة. وطبعا ليل الجمعة، السبت نهار السبت، وإيه؟ وفجر الأحد، أدي النهار، أدي دخل في اليوم الثالث. فدول الثلاث أيام، جمعة وسبت وحد بالتوقيت اليهودي. نعلم أن السيد المسيح بعد القيامة أكل مع التلاميذ عند بحر طبرية. في القيامة العامة يتحول الجسد إلى جسد ممجد لا يأكل ولا يشرب، زي ما قلت لكم كان السيد المسيح عاوز يأكد للتلاميذ على إيه؟ إن الجسد اللي قام به هو هو، فنوع برضو من الإخلاء، نوع من الإيه؟ الإخلاء، كل وشرب معاه. لكن هل الجسد الممجد يحتاج إلى أكل وشرب؟ لا، زي ما قلت لكم نوع من الإخلاء. وظهر برضو بالجسد الممجد في أثر المسامير وأثر الحربة برضو نوع من الإخلاء، عشان يبين لهم إن هو هو الجسد اللي قام به. سؤال بيقول ماذا، هو نفس السؤال بتاع فماذا يصنع الذين يعمدون من أجل الأموات، اللي هو قالها بولس الرسول. زي ما قلت لكم دي كانت عادة في الوقت ده، وبولس الرسول بيستشهد بيها ضدهم، فبيقول لهم أنتوا بتتعمدوا من أجل ناس ماتت، فبتقولوا إزاي إن هم مش هيقوموا. سؤال التاني، ما معنى تأكلوا وتشربوا على مائدتي في ملكوتي؟ هل هناك أكل وشرب؟ لا طبعا، سفر الرؤيا قالها صريحة، أو السيد المسيح قال الملكوت الله ليس إيه؟ أكل وشرب. لكن هنا بيقولوا إيه؟ تأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوت. هنا بيتكلم على إن سر الإفخارستية اللي إحنا بنأكله دلوقتي كعربون للاتحاد بالله، هيبقى في الملكوت إيه؟ حقيقي بقى، او مش كلمه حقيقي وبس، لا بالايه بقى، بالفعل علني. اتحيا هذه العظام، دي اتذكرت فين؟ حزقيال، تنبأ يا ابن الانسان اتحيا هذه العظام. فبيقول بعد كده الكتاب قام جميع الاموات جيش عظيم، فبيقول الكل قام في مجد. أكيد لم يكن الكل قديسون. هنا لما بيتكلم على دي كانت نبوة أو رمز للذين ماتوا على رجاء القيامة، يعني الأشرار اللي ماتوا ومش منتظرين هذا الرجاء، هل قاموا بعد كده هوت، أو هل السيد المسيح أصعد أرواحهم للفردوس؟ طبعا لا، لكن في منهم غير قديسين. طب هنا القيامة بيتكلم عن قيامة ايه؟ احنا قلنا في اليوم الاخير سيقوم الجميع، لكن البعض سيقوم لقيامة الحياة، والبعض سيقوم ايه؟ للدينونة. وزي ما قلنا القديس كيرولوس قال القيامة للدينونة أصعب من الموت نفسه. للسيد الرب للموت منافذ، هنا المنافذ هو قصده خطة الفداء لما أتمها.
ألا تظن أن أول من رأى المسيح قائما هي مريم العذراء؟ لا، هي اللي حصل إيه؟ أن مريم العذراء مع المريمات لما راحوا للقبر في الفجر شافوا إيه؟ شافوا قبر فارغ، وشافوا إيه؟ الرؤية بتاعت الملكين، لكن ما شوفوش المسيح. بعد كده يقول ظهر، أول ظهر اللي كان مريم المجدلية. يروي أثناسيوس الرسول إن الأكفان كانت مثل في راي تاني بيقول العكس، ان وده اعتقد راي ان هما الاول مريم المجدليه ومريم الاخرى ظهر شافوه سجدوا له ومسكوا رجليه، اللي هو قصه المتوفاه 28. وبعد كده لما مريم المجدليه شكت في القيامه ورجعت تاني بعد ما راحت للتلاميذ وقلقوها، وراحت تاني اللي هو القصه المكتوبه في يوحنا 20، فقال لها لا تلمسيني لاني لم اصعد بعد، بمعنى في نظرك الى ابي، لانك لسه بعد ما شفتيني ومسكتيني ومسكتي رجليا وامنتي ويعني تحققتي ان انا قمت، وكلمتين هزوكي، وبعد كده بتقولي لي يا معلم او ربوني، ولسه برضو بتقولي اي البستاني وان هو راح فين. ففي روايتين متناقضتين في القصه دي. في راي بيقول ان متى 28 حصلت قبل يوحنا 20، ان هي مسكت رجليه وشافته، وبعد كده المسيح منحها ان هي تلمسه علشان ايمانها تزعزع بعد عيان القيامه. في راي تاني بيقول ان لا، يوحنا 20 تم الاول وقال لها ما تلمسينيش، وبعد كده انه تايم صعد للسماء وتراءى امام الاب ونزل، وبعد كده خلاها تلمسه في قصه متى 28. فاي روايتين صح؟ لو احنا خدنا بالروايه او مش بالروايه، بكلمه المسيح ان لم اصعد الى الاب لا أرسل لكم المعزي، يبقى هناخد بالإيه؟ بالرأي اللي بيقول إنه لم يصعد إلى الآب، والصعود بعد ما حصل، بعد الصعود يعني، بعد الصعود بعد الأربعين يوم، لأن المسيح ده كلام المسيح الصريح بالضبط بالضبط. لا بس والمدرسة السكندرية ما قالتش التفسير ده خالص. تفضل دكتور سامح. سيدنا، يمكن احنا طمعانين في معرفة كتير، بس ف احنا عايزين في أدلة تاريخية للقيامة، يعني في أدلة تاريخية لوجود المسيح، شخص المسيح تاريخيا مثبت، لكن هل يوجد أدلة تاريخية ذكرها مؤرخين، ذكرها غير مسيحيين عن القيامة نفسها؟ لا طبعا، غير مسيحيين مفيش. لو احنا اتكلمنا على أدلة تاريخية للصلب كتير، للمحاكمة والصلب في أدلة تاريخية، لكن للقيامة هما كان شهود القيامة. وزي ما قلنا، بطرس الرسول لما وقف وقال ونحن شهود لذلك، ده في أول القيامة. وبعد كده هو بولس الرسول بعدها بكم سنة قال إيه؟ قال وأخيرا ظهر لي أنا مثل السقط. فشهود على مر أول كم سنة من الكنيسة يعني. تفضل يا مايكل. سيدنا حللني، بنسأل على حتة ظهور المسيح للعذراء بعد القيامة، العذراء مريم. نيافتك جاوبت عن موضوع مريم الأخرى، لكن في بعض النصوص الليتورجية، يعني مثلا كان في زوج سرجاء القيامة منشورة، مش مطبوعة في البصلمودية، موجودة في بعض المخطوطات لكتب ترتيب البيعة في بعض الأماكن، مكتوب إن هو في ربع من الأربعاء إن هو ظهر أولا لأمه مريم العذراء.
في رأي يقول لك لا أصل هو مش محتاجة العذراء، كانت مؤمنة بالقيامة من قبل ما تشوفه ومش عارف إيه ومش محتاجة أنها تظهر. في حد تاني بيقول لا ده هو يعني العذراء احنا بنقول عنها في قطعة في صلاة الساعة 9، أما العالم فيفرح لقبوله الخلاص، أما أحشائي فتلتهب. يعني هي كأم زعلان على ابنها اللي بيحصل في كده، برغم ان عارفة ان ده هو ده سكة الخلاص او سكة الفداء. فرأي نيافتك ايه في الحتة دي؟ يعني عايزين نعرف، لاني في جزء في الليتورجيا بيقول كده وفي جزء بيقول كده، وفي ايقونة كمان انا شفتها لحاملات الطيب وتتقدمهم الست العذراء ومكتوب عليها باليوناني مريم العذراء. الايقونة دي راجعة للقرن 18. تمام. هو في انجيل متى، شكرا، في بشارة القديس متى بيتكلم على المريمات اللي أخذنا حنوط لفجر الأحد وذهبنا للقبر، وجدوه فارغ وقابلوا الملكين وقالوا له لا تطلبنا الحي من إيه؟ من بين الأموات. وفيما هما منطلقين لقاهم الإيه؟ المسيح، فأمسكت بقدميه، وكانت من ضمنهم مريم العذراء. تمام؟ القديس يوحنا بأكثر تفصيل بيتكلم على جزء ان مريم المجدلية وحدها كانت هي اول شاهدة للقيامة، وده غالبا اللي حصل. ازاي؟ ان مريم المجدلية راحت للقبر وحصل الحوار الاولاني، وبعد كده راحوا تاني المريمات وامسكت بقدميه، اللي هي بقى في تاني مرة. فعشان كده ممكن يكون نص الليتورجية دي كنوع من ان هي متى 28 ممكن، لكن يوحنا الرسول بيقول واضح انه ظهر اولا لمريم المجدلية. حد عنده سؤال شفوي عشان اكمل؟ متفقين طبعا مع نيافتكم ان لم يكن صعود قبل عيد الصعود، لانه بالتالي لو حصل حيلغيه. السؤال باختصار جوهرية فكر عيد الصعود وعلاقته بإتمام خطة الله للخلاص، أي أن هناك قيامة وموت وتخليص من البشر. إن لم يكن صعود لن يحدث طرائي والعملية كلها. حابب أسمعها بصوت والتفسير نيافتكم، وكمان الحكمة في رأي نيافتكم في 40 يوم كرقم وعدد. بالنسبة لي حتمية الصعود زي ما قلنا، بولس الرسول قال ايه؟ اقمنا معه واجلسنا معه في السماويات. كان لازم يصعد بجسم بشريتنا ويقعد بيه في السماء عشان يعطينا احنا كمان هذه الامكانية. فهو بكورة الراقدين وبرضو اللي جلسوا في السماويات. يعني في امكانية لجلوس هذا الجسد، بس طبعا بعد ما يبقى جسد ممجد في السمويات. ايوه، متعلقة بنفس السؤال. الحكمة في 40 يوم، ليه المسيح اختار 40 يوم؟ لا، ليه؟ هو قال انه هو قاعد في فترة 40 يوم بيتكلم معهم على الامور المختصة بملكوت السموات. اعتقد انه هو لما اكمل صعد، لكن ايه الحكمة انا ما يعني ما قريتهاش لأحد الاباء القديسين. يعني او تسابونا، تفضل تفضل ابونا ابراهيم. ممكن ممكن طبعا ربط الاربعين زي ما السيد المسيح موسى النبي صام 40 يوم واستلم كلمة الله، والسيد المسيح برضو صام 40 يوم وابتدى قراسته، بس ابتدى بقى ايه اللي هي اللي اجلسنا معه في السماويات اتمام الخلاص. هقول لكم حاجة، الكتاب المقدس دايما لما كان يتكلم عن التلاميذ او عامة يعني اليهود لما بيجوا يتكلموا ما كانوش يذكروا
النساء في ال، لكن هل اشترك ال 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 الست العذراء في المعمودية؟ دي مش مذكورة. لا كانت محتاجة طبعا. لا حلول الروح القدس هنا كان ساعتها عشان، لكن هي كانت محتاجة لل، ده كان حلول الروح القدس عليها ساعتها عشان من أجل الإرث. لكن هل هي كانت تحتاج إلى الخلاص والفداء من الخطية؟ طبعا. ده لماذا يظهر النور المقدس في يوم السبت؟ يعني بالنسبة للنور المقدس أنا لا يعني أنا ما أقدرش ألاقي له أي تفسير. بنحاول نشوف تاريخيا، نتتبع مراحل بداية ظهور النور دوت، بس لسه يعني في بحث يعني، لكن لغاية دلوقتي ما أقدرش أدي له أي تفسير. أنا لا، هو مش بطريق اسكندرية، بطريق الروم. سمعت التفسير أن مريم المجدلية ذهبت للقبر 5 مرات، هناك من يفسرون أن المنديل ملفوف ليقول لتلاميذه نقامة مرة ثانية. لا طبعا، يعني ايه قمة مرة ثانية؟ ايه؟ لا لا لا، هو حتة المنديل ملفوف وحده كان تأكيد لان انه جسده ما تسرقش. التواصل الاجتماعي يعني، وبتتداول جدا على الواتساب يعني، ان في تقليد يهودي بيقول ان رب المائده بعد ما بيخلص الاكل لو ساب المنديل ملفوف فمعنى كده ان هو جاي ياكل تاني، فبيفسروا يوحنا 20 ان المنديل ملفوف ان معنى كده ان المسيح جاي. طب احنا عارفين المسيح جاي، احنا بناخد دايما نستقي كلامنا دايما من الاباء، تمام، عشان ما نخشش فيه. فهتلاقوا على السوشيال ميديا كلام كتير قوي، فبلاش ايه في حاجة مهمة جدا بالنسبة لنا، مهمة جدا كقاعدة للبت في أي أمر، حينما يصمت الكتاب المقدس فليصمت كل أحد، وهذه القاعدة قالها القديس باسيليوس الكبير. احنا هو ده الإعلان الإلهي على قدر ما نفهمه وعلى قدر ما يمكن لعلنا ندرك ما أدركنا المسيح لأجله. فدي حاجة. الحاجة الثانية، لدينا أيضا سلطة الكتاب المقدس، ولدينا أيضا هذا الكتاب المقدس كإنجيل الكنيسة، كيف فسرته، كيف فهمته، مشروحا بالآباء ومعاشا في القديسين. أي حد عايز يقول أي رأي تفسيري لابد أن يستند 1 لنص الكتاب المقدس، 2 لشرح هذا النص وفقا لخبرة الآباء الاستنارية وحجة الآباء الأولين. ماذا قال في هذا كيرلس الكبير، أثناسيوس الرسولي، وإلى آخره، ديسقورس، بطل ألكسندروس، جيروم، أمبروسيوس، يوحنا ذهبي الفم، إلى آخره. لكن واحد كاتب وأصل قاله أصل عاده، ديت حاجات أمور مشوشة، ودي مجرد ربما تكون افتكاسات أو آراء أو اجتهادات بتاخدنا لبعيد قوي عن الهدف. احنا عايزين ان المسيح قام وأقامنا معه وأجلسنا معه وصعد زي ما سيدنا قال، كان لابد أن المسيح يصعد لأن عيد الصعود هو كمال وتتويج كل الأعياد. صعد ليعد لنا مكان، 1، صعد لكي يتراءى أمام الآب السماوي ويقدم له الذبيحة بدم نفسه بروح أزلي من أجل أن يرسل لنا الروح المعد البراكليت، أمور كتير، ليجلس عن يمين الآب.
كل هذه منصوص عليها في نصوص كتابية حاسمة وقاطعة، وأيضا موجودة في شروحات الآباء، لأن أيضا الآباء لم يقفزوا على الكتاب المقدس، إنجاز أن نقول هذا، الآباء عاشوا الإنجيل وفسروه، ومن خلال تفاسيرهم نستطيع أن نجمع الإنجيل مرة أخرى، ذات الإنجيل وذات الروح وذات الخبرة وذات الحياة. في أسئلة أخيرة مع سيدنا يتكرم. هو آخر سؤال بس. اتفضل. لأن الأسئلة ديت الورقة دي فيها أسئلة تجاوب عليها. لماذا ظهر مرات كثيرة؟ هو الكتاب المقدس قال كان يظهر لهم يحدثهم بالأمور المختصة بإيه؟ ملكوت الله. فهل اللي اتذكر بس في الكتاب المقدس هي دي بس الظهرات؟ لا طبعا، ظهر أكتر من كتير، بدليل النص اللي قاله بولس الرسول أنه ظهر ليعقوب. واضح جدا أنه ظهر ليعقوب الرسول خاصة عشان يعطيه بعض الأمور المختصة بقى برئاسة أساقفة المهمة اللي هو خدها كرئيس أساقفة لكنيسة أورشليم. وظهر للخمسمائة أخ مش مذكورة في البشائر الأربعة، لكن بولس الرسول قالها. فالتقليد في بعض منها وفي بعض منها مش مذكور خالص. إزاي عندما ظهر أكل معهم؟ أنا جاوبتها عشان يؤكد إن هو نفس الجسد اللي مات بيه. ليه قال لمريم المجدلية لا تلمسيني؟ في تفسير كتير، بس القديس كيرولوس أنا قلت لكم تفسيره إنه قال لن نستطيع بجسدنا نلمس جسد المسيح الممجد اللي هو جسد القيامة اللي هو سر الإفخارستية إلا حينما ننال الروح القدس. هل اللي نزل لهم الجحيم، هل اللي نزل ليهم للجحيم عاشوا بعد كده؟ يعني إيه عاشوا بعد كده؟ يعني قاموا من الموت؟ لا، هو أرواحهم دخل، مش كلهم طبعا، الارواح اللي كانت ماتت على رجاء القيامة أدخلهم إلى الفردوس، برضو مكان الانتظار. بس أيوة فضل دكتور هاني. نقبل أيديكم يا سيدنا. بالنسبة للأربع أصحاحات في الأربع أناجيل اللي وردت فيهم رواية القيامة، في بعض التداخلات اللي فيهم مش واضحة للعامة والبعضنا، زي مثلا انه الشخص او الشخصين اللي كانوا موجودين وشافوه المريمات في متى 28 بيقول انه كانوا رجلين بثياب براقة، وفي لوقا 24 بيقولوا شاب، وفي يوحنا 20 ما ذكرش حاجة عنهم نهائيا. نفس الامر بالنسبه للا تلمسيني في متى 28 وفي يوحنا. لا، يوحنا ذكر ان هو ظهر لا ملاك. انا اقصد اقول له ان يفتك انه في بعض الامور فيها لبس ومش واضحه الامور عند الغالبيه، وده فتح مجال يعني عايز اقول انا اسف في الاكسبريشن، يعني لانه كل واحد يقول اللي هو عايزه، زي ما الباشمهندس ذكر ان في حد قال مثلا المريم مات او مريم المجدليه راحت للقبر 5 مرات، ففي مفاهيم مغلوطة. فياريت لو في مصدر واحد ناخد منه كل رواية القيامة المظبوطة السليمة وتفسيرها، بحيث ان ما حدش يقول رأيه الشخصي في الموضوع. شكرا جزيلا. في هو الفكرة زي ما قال سيدنا ان ليست كل الظهورات مكتوبة، اما فيما يتعلق بالظهورات التي لها شواهد كتابية، هي في أبحاث كتير معمولة في القيامة. عقيدة القيامة والظهورات والبراهين دي موضوع يعني موضوع كبير قوي، لكن أنا فعلا معك حق دكتور، عشان خطر الأمور تبقى جلية واضحة، في دراسات معمولة ترتيب الظهورات امتى توقيتاتها وظهرت لمين. ممكن نبقى ننزل حاجه زي كده على الجروب بتاع المدرسه عشان خاطر يبقى الموضوع شافي ووافي. وكلمه اخيره يعني هقولها، ساعات كتير جدا بنمسك في بعض الامور الثانويه، ساعات كتير قوي اللي مش هتفيد يعني قوي جدا في مساله خلاصنا. احنا ساعات نسيب زي ما بقول كده الجوهر ونمسك في حاجات صغيرة.
ساعات يقول لك في الإنجيل شفى أعمى، في البشارة الثانية يقول شفى أعميين. كل بشير بيحكي الحدث والروح القدس ساب البشير انه يحكي باسلوبه وبطريقته طبعا من غير ما يقع في الزلل او الخطا زي ما بنقول. فالامور الثانويه ممكن ما بتفتش كتير، وفي الاخر خالص بتخلينا نخش في الايه، في الجدالات اللي بنسميها الجدالات البيزنطيه اللي هي ليس ليها طائل بعد كده. اتفضل اخر سؤال عشان وقتكم يعني. تعال يا ريمون، مع ان عندك نسبه غياب كبيره بس زي بعض. سيدنا احنا عندنا في النصوص الليتورجيه، او يعني خلينا بس قبل النصوص الليتورجيه، احنا في كتاب مقدس سيد المسيح قال للص اليمين اليوم تكون معي في الفردوس، وفي القداس البسيلي بنقول نزل إلى الجحيم من قبل الصليب. إذن إحنا عندنا اليقين أن نزول المسيح للجحيم كان وقت موته، وهو أصعد المختارين للفردوس قبل موت اللص اليمين. لكن في بعض النصوص الليتورجية، لا مش قبل، بعد. أول واحد دخل هو سيد المسيح نفسه. لا يعني اول واحد دخله المسيح الفردوس والمسيح مالي الكل، لكن اول واحد دخله الفردوس هو كان اللص اليمين، والمسيح حينما يقول الكلمه هو صادق. طيب احنا عندنا في بعض النصوص الليتورجيه حاجات بقى بتقول يعني مثلا في يا كل الصفوف، في زوكسولوجيه القيامه، الزوكسولوجيه نفسها بيتكلم عن ان السبي واصعد مختاري والكلام ده كله كان في القيامه مش في الصليب. فايه سر التناقض ده، او هل دي نصوص محتاجه مراجعه، ولا الوضع ده عامل ازاي في الكنيسه يعني صلوات الكنيسه؟ انا طب ما هرجع للنص لان انا مش فاكره طبعا. يعني احنا في زوكسولوجيه القيامه يقول بوابه الجحيم راوه وخافوا واهلك طلقات الموت فلم تستطع ان تمسكه، سحق الاب والنحاس وكسر واصعد مختاريه واصعدهم معه له الى موضع راحته. ده في الزوكسولوجيه بتاعه القيامه بيتكلم في حدث القيامه هنا، ان ده حصل في حدث القيامه، أصعد مختاري إلى موضع راحته. لا هو وفي كل الصفوف يا كل الصفوف بيتكلم في إن هو سحق الأب والنحاس وكسر متريسه الحديد كسرا، وبعدين يقول وأصعد إيدم إلى الفردوس بفرح وبهجة ومسرة. في أربعة ما بتتقالش يعني في اللحن عشان بيبقى طويل، لكن هي موجودة في النص. فدوت يعني ده هنا بيتكلم عن ده حصل بعد القيامة، مش بعد، مش وقت لا طبعا الصليب. لا هو قبل القيامة طبعا. هل ده يحتاج مراجعة بقى ولا أنا هرجع بس نص الزوكسولوجية عشان تعال جورج مشيل ماشي. الناس بقى بتوع اللغة القبطية وبتوع الليتورجيات هيدخلوا بقى مع بعض دلوقتي. عملنا كده احنا حلوة قوي، عملنا عصف ذهني. هو اللي مذكور في الزوكسولوجية والمذكور في الكلام ده كله لا يعني يقينا حدوثه بعد الايام. يعني لو جيت في القصة كده وجيت قلت فلان انتصر في حرب، وقعدت احكي اللي هو عمله في الحرب وفي الاخر هو انتصر، مش معنى كده ان اللي هو عمله بعد ما انتصر. يقينا اللي هو عمله قبل ما انتصر وفي الاخر حكيت ان هو انتصر. فانا وانا بمجد المسيح القائم بذكر ما فعله قبل قيامته حينما نزل الى الجحيم وسبى سبيا وكل الكلام المذكور في الزوكسولوجيه وفي كل الصفوف السمعين. هي مشكله ان الزمن بتاعنا في اللغه العربيه هو زمن الايه، ماضي حاضر مستقبل. يمكن في بعض النصوص الليتورجية اليونانية، انتوا عارفين ان الزمن اكتر من كده بكتير، في 8 ازمان تمام. فممكن نكون لو رجعنا للنصوص النص اليوناني بتاعها ممكن نعرف، بس انا برضو مش عاوز نخش في ايه اللي حصل الاول ايه اللي حصل. حتة الاحداث بزمن تاريخي ساعات كتير مش مطلوبة. اللي مطلوب ايه؟ الجوهر بتاعها، المسيح مات على الصليب وفي لحظة موته نزل الى الجحيم واصعد الذين ماتوا على رجاء القيامة وادخلهم معه الى الفردوس، ثم قام بالجسد
هو الذي مات به في اليوم الثالث وظهر لشهود القيامة بعد كده. بعد إذنك سيدنا وفي برضو تعليق على الجزء اللي قاله أستاذ ريمون. احنا في أشياء الإنجيل في نهايتها بنقول لأنك أنت هو قيامتنا كلنا. ازاي المسيح يحقق حته قيامتنا كلنا؟ ماشي المسيح موضوع قيامته من القبر او قيامته من الموت مش دي المعجزه، هو المعجزه ان هو يموت اصلا مش كده؟ انهي اصعب، المسيح يقوم ولا يموت؟ يموت، مش هو متحد بالحياه لانه هو رئيس الحياه مش كده؟ بنقول له يا رئيس الحياه وملك الدهور. طب هو الاسهل ان هو ايه؟ انه يقوم، هو قوم اموات واقام أو اقام جسده، لكن الاصعب كان ايه؟ انه ينتصر على الموت. احنا حتى في لحن خريستوس انستي نشيد القيامه بنقول ايه؟ المسيح قام بالاموات بالموت والذين في القبور انعم لهم بالحياه الابديه. الجزء بتاع زوكسولوجيه القيامه كله متاخد من مزمور 107 من اول عدد 10، يعني بيقول الجلوس في الظلم وظلال الموت مساقين بالذل والحديد، لانهم عاصوا كلام الله واهانوا مشوره العلي فأزل قلوبهم بتعب، عثروا ولا معين، ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم، أخرجهم من الظلم وظلال الموت وقطع قيودهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم، لأنه كسر مصاريع نحاس وقطع ورد حديد. إزاي إن هو يهزم الموت في مكانه؟ يعني مملكة الموت نفسها تهزم في مكانها. الكلام ده ما كانش هيقدر يحصل إمتى؟ إمتى المسيح يقدر يروح المكان ده وهو متحد بالناسوت؟ امتى؟ لما الجسد نفسه يموت ويحصل انفصال بين الجسد والروح، والروح المتحده باللاهوت دي تروح فين؟ الجحيم، ويدي الخلاص للموجودين في الجحيم. كل ده يحصل بايه؟ كلمه من قبل الصليب مش معناها انها بعد الصليب، بالابتي ايفول هيتم بستافروس، يعني بواسطه الصليب، بسبب الصليب. يعني العله هي في القصه دي هي ايه؟ الصليب. ما اخطيت سيد، شكرا يا مايكل. خلاص ده اللي هم بعض اللي قاموا بعد قيامته. دي كانت في وقت من بعد قيامته، ظهر بعض الأموات ليه في المدينة. شكرا سيدنا على محبتك وعلى تعليمك النقي الحلو لينا، وأيضا موضوع القيامة، أيضا موضوع القيامة يحتاج إلى اجتهاد ويحتاج إلى بحث ويحتاج إلى إلمام كثير جدا. ده مجرد بس كده حاجة على الدواء يعني. احنا نصلي دلوقتي، وياريت نيجي اللي حابب ناخد صورة تذكارية مع سيدنا. سيدنا بيجي لنا كل فترة طويلة، بس يعني يأتي وتأتي معه الأفراح. نتصور ممكن تحت سيدنا، خليها صورة جماعية. طيب ممكن تنزل نيافتك نتصور.